الحسين قائد من أشرف العرب، لأنه أندى الملوك بطن راحة وأرفع النسب، لأنه المعطاء لا يبغي الثناء وخير من وهب، لأنه سراج ليل مدلهم من حالك إن قال أو كتب، لأنه بشير غيث للبلاد والعباد بعد جد، لأنه يقول قولا فاصل الصدى ويعفو إذ غلب، لأنه خير الرجال بل سيدهم ومانح الرتب، ما جاءه ظمآن للألقاب إلا فاز باللقب. ارفع راسك فوق الجبل.
تلاقيش قبلش